صباح الخير من جديد. إذا كنا بدأنا مع نور نحكي عن الغذاء النباتيين، واليوم شيف وعد حتعمل لنا أكل للنباتيين، خصوصا الناس المحرومة من الشيء الأكل اللي له علاقة بالجنك فود مثلا أو الوجبات السريعة مثل برجر مثلا للنباتيين. اليوم وعد حتعمل لنا كل هاي الوصفات. أهلا وسهلا فيك يا وعد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بغلب هو شوي أكل النباتيين يعني مش كتير، لا بالعكس، بس اللي يعني بنويين بيعمل كتير شغلات حلوة، كتير يعني موجودة في البيت وسهلة وحلوة يعني. تمام كمان. شو بدنا نعمل اليوم؟ هلا رح أعمل برجر نباتي ورح نعمل ساندويش كمان، ساندويشات نباتية. طيب شو بدنا خلينا نبلش. يلا هلا أول إشي بدنا نعمل خلطة البرجر النباتي عشان ما تاخد شوية وقت. هلا مكوناتها هي عباره عن بطاطا مسلوقه عادي، بطاطا مسلوقه بعدين بنهرسها عادي. طبعا شو في عندك انواع خضره بالبيت بتقدري تقسميها وتعمليها هيك ناعم؟ انت جايبه بصل، كوسه عندي فطر. اوكي طبعا انا بحب اضيف عليها معلقه شوفان. شوفان بيعطي فوائد كرانشي. كمان بتحطي عليها الكورن فليكس مع اللي بسموه براده الخبز زي ما بنحكيها، بتحطي عليها وملح وفلفل اسود. يلا هلا خلينا نحضرها. يلا والله بنحط البطاطا حتى اللي مش للنباتيين، حتى لكل الناس يعني. هلا هي مش بس للنباتيين، هلا اللي بيمشي على نظام دايت مثلا جعباله برجر مثلا جعباله دهون ولحمه وهيك اشياء، فانه بيقدر يستبدلها. هلا بنضيف البصل على البطاطا. وعدها اختراعك هاي؟ اختراعي، برافو. وبنحط الكوسه. طبعا بتقدري تضيفي جزر، بتقدري تضيفي كثير اشياء عندك في البيت طبعا، ما عندك خضار. ضيفي الفطر، تخيل زيتون ممكن يكون زاكي، ممكن اذا بتحبيه كمان بتعزاكي وعشاء معينه كمان. طبعا طبعا نضيف معلقه الشوفان وملح وفلفل. ملح والفلفل طبعا قد ما بتكون ملح وفلفل حسب الرغبه يعني. تمام. واخر شيء بتضيفي اللي هو كورن فليكس مع الخبز عشان ايش؟ يتماسك المطحون، يتماسك ويعطيكي القوام الحلو للبرجر. ممتاز. يعني بصير زي عجينه. كيف مبدا العجينه؟ انت بتكوريها بتعمليها زي ما بدك. هاي بدل عجينه اللحمه احنا عملنا عجينه بطاطا بالخضروات ببساطه شديده، وحطت معاها الشوفان وعد، معلقه شوفان اللي هي تكون جميع الفوائد فيها يعني. هاي فيها جميع الفوائد، الخضار. انا عم بشوف مطاعم والله عم تعمل برجر وشاورما نباتيه في كل اشكال الاكل، كل اشكال الاكل عم بتوفر بشكل نباتي، وهذا شيء لطيف والله، لانه صراحه صار في فئه معينه كثير كبيره عندنا صاروا نباتيين. عم بشوف والدايت كمان ماشيين على نظام دايت، فانه صاروا يضطروا انه يعملوا، لانه مش كل الناس صارت تاكل الاكل الجنك فود كله دسم. وفي اتجاهات يعني كمان زي ما كنت عم بحكي نور، في اتجاهات إنسانية يعني، في ناس ضد إنهم يعني قتل الحيوانات وهيك أشياء، فيعني بنحاول إنه نكون في تنوع لكل الأذواق. يعني أنا واحدة بنتي الصغيرة فإنه بس تشوف بتحكي لا ماما حرام، وهذا ما بترضى تأكل لحد هلأ، ما بترضى تأكل الأشياء الحيوانية. خلص في ناس فهي يعني نشأت هيك، بنشأ من هم صغار على هذا المفهوم. يعني هلأ بنكورها بنعملها زي البرجر هلأ. ومنقليها طبعا يكون الزيت حامي، بننزلها بزيت حامي عشان النباتيين زيت نباتي. طبعا زيت نباتي هو عموما احنا دائما نقلي بزيت نباتي، بس في ناس بيستخدموا سمنه حيوانيه وغيرها من الاشياء قليل يعني، بتلاقي ناس بيستخدموها. احنا نحاول نعمل حبتين على قد السندويشتين، بس على قد السندويشتين عشان الوقت كمان. عشان هي ما بتاخذ وقت اذا انت شفتي، تخيل الزيت حامي كثير. لا هون لا دائما بتهيئ لنا انه بحمى، بس بحماش خلي اليوم بلكي حبي. تمام هلا هيك حبات برجر، هيك حبات برجر نباتية صغيرة جدا، وهلا بس تقليها كمان مع لونها بتصير شقراء. حلو جميل. هلا هيك بنضيفها هون. ريحتهم حتى حلوة يعني، عم طالعة الريحة مع القلي زاكي كثير. سبايسي هيك ولطيفة جدا. طبعا تقدري تضيفي عليها مثلا شو اسمه، شوية بابريكا إذا بتحبي هيك تعطي نكهة معينة، بتقدري تضيفي عليها النكهة اللي بدك إياها، الشيء اللي له علاقة بالشواء يعني، عشان تصير ريحتها زي المشوي. تصير هلا في نكهة المدخن بسموها، أيوة نكهة سموك.
بالضبط. بتقدري تضيفيها بتعطيكي نكهة كتير زاكة وحلوة. فكرة كتير لطيفة والله يا وعد صراحة. اليوم النباتيين بدعوا لك يا وعد. لا خليهم يجربوها. حتى اللي نفسه يعني ياكل برجر وهو بيعمل نظام دايت كمان بيقدر يسوي. ممتاز. هلا الساندويش تبعها هلا بنجيب خبز البرجر يا الصغير يا الكبير. هلا انا عملت حبات صغار عشان على قد حبه البرجر. هلا بيقدروا يكبروها اذا حبه البرجر عندهم برجر كبيره اكبر من هيك حسب الحجم اللي هم بفضلوه. هلا بنحط حبتين بندوره هيك بندوره وبنحط الخس. انا الوصفه بصراحه حسيتها مبتكره جدا وعد. برافو. وكثير كمان كيف احكي لك منظرها حلو. حتى الاطفال يعني حتى الطفل بدل ما تعوديه ياكل دائما لحمه لحمه دائما لحمه وهي القصص طلع حتى منظرها الالوان اللي فيها هو رح يحبها فعلا ورح يحب ياكلها بنفس الوقت. كثير طيبه. انا بتخيل يعني وجبه والاطفال بحبوا البطاطا بحبوا البطاطا بطبيعتهم بحبوا البطاطا فما بالك بطاطا بتكون مخلوطه بعده خضروات اخرى. بالضبط هو ما رح يحس بالخضروات اللي فيها جدا. هلا طبعا ما ننسى بنضيف كاتشب. أظني هون ما حتحطي مايونيز عشان النباتيين. لا طبعا بس عشان نرضيهم من كل التفاصيل من جميع التفاصيل ولا يعتبوا علينا بأي تفصيل. لا هلا هيك جهزنا الساندويش. شوفي الحبات البطاطا كيف صاروا شايفه انه مش كثير حامي. مش كثير حامي لازم يكون احمى. نحن ممكن نقلبها بس عشان يعني الوقت كمان خلص خليها عبال ما نحضر الساندويش الثاني عبال ما هي ايش تكون جاهزه. تمام خليها. حلو كتير. اوكي هلا الساندويش الثاني دائما بقول بده طولة بال كثير بده طولة بال بده وقت ورواق وهيك وشغف حب. بالضبط هي حب والام بتحب صراحه لما تطبخ لاولادها او تطبخ لبيتها بتكون بالعكس بتطبخ بحب اكيد هاي فبتلاقيها حتى الاشي بيطلع معها نفسه غير عشان هيك يعني شو ما اكلوا من المطاعم رح تلاقي نفس اكل البيت غير لانه الام دائما بالبيت كله بالبيت حتى لو بيض مقلي بيكون في بركه اكثر ومحبه اكثر يعني من الاكل مزبوط. خارج المنزل. اوكي هلا عندنا هون هاي الساندويش بيقدروا ياكلوها الصبح الظهر للنباتيين ولغير النباتيين. هلا انا جبت خبز التوست الاسمر. هلا النباتيين ما بيقدروا ياكلوا الاجبان والالبان وهي القصص فبدهم إشي دسم ويشبعهم نفس كيف الجبنه لما تاكليها بتكون دسمه على المعده وبشبعهم. هلا الافوكادو هو الخيار البديل الصحيح. قبل شوي كانت عم تحكي لنا نور بالضبط. هلا الافوكادو بتقدري يعني عادي بتهرسيه بتحطي عليه شويه ليمون وشويه زيت زيتون مثلا خفيف وملح وفلفل خفيف هيك تحطوا توم شوي خفيف ممكن يحطوا توم اللي بحسب الرغبه فانه بكون هو ساندويش دسم يعني بياكلوا فانه مشبع دهون فيه دهون فيه دهونيات اللي هو دهون الافوكادو المفيده بس دهون نباتيه بدل ما تكون دهون حيوانيه. كثير صاير الافوكادو يدخل بكثير من الوصفات والله يا صراحه انا شفت يعني وصفه افوكادو مع الحمص او في حطتها هيك شيء غريب كان الطعم بس كثير لطيف وزاكي. وغريب. هلا بنحط الافوكادو هيك على الساندويش. طبعا تقدري تضيفي له كثير مكونات مثل الجرجير على الصبح. هلا بنحط البندوره وبنحط الخس. هلا هاي كبديل للاجبان اللي بحسوا النباتيين اذا هم يعني محرومين شوي من الشيء الدسم او الدهني بيقدروا ياخذوا الافوكادو. صحي جدا الافوكادو على فكره للبشره وللجسم. شوفوا سندويش شطيره هي شطيره زي هيك. طبعا بيقدروا يحمصوها شوي وبعدين يقسموها بهاي طبعا الطريقه يقسموها بهاي الطريقه يعني بتقدروا ياخذوها على الدوام بطريقه ما. كثير لطيفه يا وعد وسهله جدا وما بتاخذ وقت. نشوف برجراتنا شو صار فيهم ان شاء الله يا رب برجراتنا يزبط. برجراتنا يعني على وشك على وشك بس نحن يعني بنحطهم احنا هلا نحن بنحطهم اوريدي عشان الوقت بس هم ايش اللي بده يعمل الوصفه مزبوط. لازم يكون الزيت كثير حامي وينزلها على الزيت الحامي عشان بسرعه تتماسك معنا وتجمد. سندويشات للنباتيين والله جد الفكره اليوم كثير حلوه. لا بتعرفي انا اصلا ببعثوا لي انتم ليه ما بتعملوا شيء للنباتيين صح؟ فنحن اليوم اظني ارضينا جماعه اللي بياكلوا اكل نباتي بطريقه او باخرى فان شاء الله يا ربي انه بتعجبهم الوصفه وبتكون يعني وصفه جميله ان شاء الله لهم كلياتهم. حلو كثير. هلا نحن رح نحطها مش مقليه عشان تزبط لانه الزيت عندنا مش حامي.
حتى هي نية زاكي يعني هي يعني فيها أي شيء بده طبخ يعني. لا بدها ولا إشي بده طبخ. هي أصلاً نية كمان زاكي فممكن تكون طيبة وزاكية. واحد برافو. ممكن أخذ هذا كله هيك أورجيه للكاميرا. لا لا هلا أحط لك إياه. يلا دقيقة واحدة. أوكي كثير حلو. طريقة التقديم جميلة. طريقة تقديمها حلوة ومنظر الخاص زي ما قلت لك حتى الأطفال رح يحبوا. أنا متأكدة كثير يعني أطلعي. إن شاء الله نكون قدمنا هدية هذا الصباح لجماعة اللي بحبوا الأكل النباتي واللي هم والله صاروا يا وعد كتار يعني عن جد موجودين عندنا فعليا. والمطاعم اللي عم تفتح للنباتيين برضو صارت كتير عم بشوف يعني بكل أنحاء المملكة في مطاعم للنباتيين. عملنا برجر نباتي وعملنا سندويشات نباتية بالأفوكادو إن شاء الله تكون مفيدة لكل الناس النباتيين. وعد شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله تكون استفدنا وخلينا الناس تستفيد كمان معنا. أهلا وسهلا شكرا شكرا يا وعد. شكرا حبيبتي. اهلا وسهلا.